ليس بمستغرب أن تكون هناك بعض الخلافات في الأسرة، فهذا يعد أمرا طبيعيا ولا يكاد يخلو بيت من سوء فهم في بعض المسائل. لكن المستغرب والمشكلة هي في كيفية إدارة هذا الخلاف. الواقع يثبت أن إدارتك للخلاف هو الذي يرتبط ارتباطا مباشرا مع النتيجة. إن كانت إدارتك للخلاف إدارة إيجابية وصحيحة، كانت النتيجة إيجابية وصحيحة، وإن كان العكس كانت العكس في النتيجة. مشاهدينا، كلما كان التعامل مع المشكلة بحكمة وتروي انقلب هذا الخلاف إلى حب واستقرار وفهم الآخر. أما إذا كان التعامل مع المشكلة بطريقة خاطئة تفاقمت هذه المشكلة ووصلت إلى طريق لم يكن في الحسبان. لذا يرى المختصون أن السنة الأولى من الزواج هي السنة الأجمل، وفي نفس الوقت هي السنة الأصعب في حياة الزوجين، لأنها تتحدث عن ربما بيئة مختلفة لكلا الزوجين. فالزوج ربما عاش في بيئة اعتاد على الخروج واعتاد على زيارة الأرحام، بخلاف الزوجة اللي اعتادت يمكن على الانعزال وغير ذلك. فهنا تحدث خلافات كثيرة لكنها هينة ويمكن تجاوزها في معظم الحالات. عندنا حالة واقعية، حالة محمد. محمد عمر زواجه ما يقارب 3 سنوات، صادف مشاكل أو الأصح خلافات بسيطة في بداية حياته الزوجية. خلونا نتابعها مع بعض.